ألف ألف مبروك سلمى علي ميس إيجيبت. عرفينا عن نفسك أكتر يا سلمى. أنا سلمى علي، عندي 22 سنة. أوريدي كنت بشتغل أصلاً ريل استيت، بس حلم عمري إن أنا كنت أقدم في ميس إيجيبت، وفعلاً الحلم ده اتحقق. طب إحساسك إيه النهاردة وإنت حاصلة على لقب ميس إيجيبت وبتحملي لقب مصر؟ هو فعلا احساس يعني ما يتوصفش، اي بنت فعلا تحلم بيه. احساس حلو جدا جدا جدا. انا كنت متوتره جدا اول ما سمعت ان انا بقيت ميس ايجيبت، كنت مبسوطه، احساس فعلا ما يتوصفش. طب قولي لي، ناويه تستخدمي اللقب ده في انك تفيدي بلدك بايه؟ ان انا افيد بلدي، ان انا اولا قبل اي حاجه انا حابه اشجع كل البنات ان هم يبقى عندهم ثقه بنفسهم، وان هم لان بجد حب الذات ده حاجه مهمه جدا عند البنات بالاخص. وانا حابه كمان ان انا انشر فيديوهات اكتر عن الموضوع ده، لان هو ده اصلا الجمال الحقيقي للبنات. كمان مش بشكل خالص، وان الثقه بالنفس وحب الذات هو اساس الجمال الحقيقي. بما انك ميس ايجيبت دلوقتي، ودلوقتي البنات حابه تاخد منك تيبس عن السكين كير والهير روتين بتاعك، بتهتمي بده ازاي؟ اكيد ان انا اهم حاجة بالنسبة لي هي شعري وبشرتي، لان برضو الجمال الخارجي مهم مش الجمال الداخلي بس. فحابة ان انا اقول ان انا بستخدم بالليل قبل ما انام، بعمل سكين كير لنفسي، واسبوعيا طبعا بعمل السكين كير بتاعي لوشي وبشرتي، وطبعا شعري نفس الكلام برضو ان انا بحب اهتم بيه اسبوعيا بس. طيب احكي لي اكتر عن الهوبيز بتاعتك عموما، رياضة مثلا، عندك هواية معينة بتحبيها؟ طبعا انا اوريدي كنت بتدرب فولي من وانا صغيرة، وكنت كابتن الفريق بتاعي، ورحت بطولات في حتت كتير جدا جدا. فطبعا ماي فيفوريت هوبي الفولي بول طبعا. برافو عليكي. طب تحبي تشجعي البنات ان هم يلعبوا رياضة ويهتموا بجسمهم؟ اكيد طبعا، لان الرياضة دي حاجة اساسية في الحياة، ان انت اوريدي يبقى جسمك صحي، واوريدي يعني بتدي لياقة طبعا. طبيعي اي بني ادم بيمر بصعوبات في حياته، مين بقى اللي بيدعمك في ده؟ اكتر حد بيدعمني هو اهلي طبعا، واولهم مامتي. مامتي وبابايا واخواتي كلهم. طب احكي لي عن اكتر موقف صعب مريتي بيه في حياتك، وازاي عديتيه، وتفيدي الناس تقدري تقولي لهم مسج بده ازاي؟ في حاجات كتير طبعا جدا عدت صعبه من حياتي. من المواقف الموتره اللي كانت في حياتي اليوم النهارده، فعلا كان صعب جدا وكان موتر جدا على الستيج، لان احساس ان انت يبقى معاك اكتر من 20 او 25 بنت وانت اللي تفوز باللقب ده، دي حاجه فعلا موتره جدا. الناس كلها باصه ومين اللي هيفوز بقى بميس ايجيبت ملكه جمال مصر. ملكه جمال مصر 2024
كلميني اكتر عن الجولري والدرس التحفه ده، انت اللي اخترتيه ولا في ديزاينر اللي اختاره لك؟ يس اوريدي انا اللي اخترت كل حاجه، الجولري من احمد زايد جولري والدرس من فانو دريسز بس كده. ميرسي يا حبيبتي، الف مبروك وبتمنى لك التوفيق. ميرسي قوي. ميرسي.